السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله لو وبركاته. سمحت أستفسر، زوج ولد تزوج واحدة من السيارة قبل 6 سنوات وأنجب منه، بعد 6 سنوات أخبر أهله أنه تزوجه وعزمتها أمها في البيت. يوم جاء الأب دخل على زوجة ولده كان ناكحها من السيارة قبل 10 سنوات، فما حكم هذا الزواج؟ ما يجوز، ما يجوز يعني، بس انه يا طولة العمر يصير ايش اسمها نكاح شبهة، ما حد درى عن احد. هذه من اخطر مصائب المسيار، ان الوالد وولده يتعاقبون. اي نعم، هذه ما يجوز. يعني لو كان الولد يدري كان مثل الزنا، حرام، لانها من محارمه، زوجة ابيه. لكن هو الان لا يدري وهو غير مؤاخذ، والولد ولده، ما في إشكال لأنني تحسبها، لكن يطلدها العد، مو بطريق يفارقها، ما تحتاج طلاق، هي تروح بس. نعم، حتى تقول أنه أنجب منها، تقول يعني قلنا أن الولد ولد شو اسمه ولد شرعي، لأنه تحسبها ما يدري، هو مسكين يوم يأخذها. نعم، لا يدري أن والده تزوجها. نعم، الله المستعان، شكر الله لكم. وأحيانا المرأة هي اللي تدري، لأن المرأة تعرف زوجها الأول وتعرف زوجها الثاني. صحيح، هذا الخطأ منها هي، إن كانت يعني بمعنى أنها كتمت، هذا حرام عليها، حرام شديد، ونكاحها حرام، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وإن كانت لا، منها اللي تزوجون ولا يهتمون بمعرفة منه ماخذة، فهذا أمرها لله، وأمر عظيم مثل ما ذكرت الشيخ في البداية. الله يا شيخ، ذنب لكن الجهل إيش، أسأل الله العافية. وهذه من مخاطر هذه العقود، هذه أخي من مخاطر هذه العقود. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي. وصلنا يا شيخنا لنهاية الحلقة، أجزل الله لك المثوبة على ما قدمت وأفدت المستمعين والمستمعين.